اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم الظاهره ليستضيف السيد عبد الرزاق سيني رئيس جمعيه الخير المباشر. اهلا بك سيدي. اهلا السلام عليكم، نشكركم على الدعوه. شكرا الله. على قبولك الدعوه وحضورك معنا في بلاطو الظاهره. بدايه عبد الرزاق، لو نقول لك عرفنا عن الجمعيه. احنا جمعيه خيريه كائن مقرها ببلديه القبه، ونشاطات الجمعيه نمارسوهم على مختلف ولايات الوطن. يعني احنا جمعيه كائن مقرها في القبه، ولكن نخدموا على كامل التراب الوطني. نعم عبد الرزاق، لو نقول لك كيف حتى اخترتوا اسم الجمعيه الخير المباشر، كيف كانت الفكره؟ الفكره كيفاش كانت؟ يعني تسميتها جمعيه الخير المباشر معناتها الخير مباشره من المحسن الى المستفيد. حنا همزه التواصل البرك، يعني بين المحسنين والناس اللي يعني المحتاجين. صحيح. متى، لو نقول لك متى وكيف تاسست الجمعيه، كيفاش حتى جاتكم الفكره انكم تاسسوا جمعيه خيريه؟ احنا ديجا قبل ما ناسسوا الجمعيه تاعنا، ديجا انا كنت عضو في جمعيات واحد اخرين الحمد لله، وين ديت الخبره وين تعلمت الامور كيفاش نمارس يعني العمل الخيري هذايا. ومن بعد يعني الحمد لله حبينا نديروا جمعيه جديده باش نقدموا اعانات يعني للناس المحتاجين. صحيح. بما انك عبد الرزاق ناشط جمعوي والان راك تلقيت منصب رئيس جمعيه الخير المباشر، لو نقول لك ما هو دور الجمعيات في تنميه المجتمع الجزائري او المجتمع المدني عفوا؟ يعني دور الجمعيات في المجتمع الجزائري، يعني احنا كجمعيه احنا عباره عن همزه وصل بين المواطن والجماعات المحليه، يعني نسيو نلحقوا الانشغالات المواطن الى الجماعات المحليه. نعم. كيف تقيموا وضع الجمعيات حاليا في الجزائر؟ الحمد لله دوك الجمعيات هنا في الجزائر راهم يقدموا امور ما شاء الله، راهم يقدموا امور جباره الحمد لله. يعني الجمعيات عندهم دور فعال في المجتمع الجزائري. نعم. ما هي ابرز النشاطات والبرامج اللي تنظمها جمعيه خير المباشر؟ ابرز النشاطات، حنا عندنا نشاطات تقريبا موسميه، يعني كل موسم واش نقدروا نديروا. مثلا عندنا في فصل الشتاء نديروا القوافل الخيريه الى مختلف ولايات الوطن، يعني نقدموا اعانات للمناطق الظل، يعني كاين مناطق يخصهم بزاف امور. لو نقول لك اهم المناطق اللي زرتهم. مثلا رحت للافلو. نعم. احكي لنا كيف كانت الحاله تما، كيفاش كي لحقتوا لهم القوافل، كيف كان شعور الناس عندهم المحتاجين كي لحقتوا لهم القوافل تاع المحسنين؟ والله شعور لا يوصف، يعني الناس تما بزاف، كاين ناس بزاف متضرين، كاين امور بزاف خاصينهم. حنا قدرنا نقدموا واش قدرنا الحمد لله، يعني كاين ناس محسنين وهما اللي كلفونا باش نوصلوا الامانات هذوما للناس المتضررين، والحمد لله والله غير فرحوا بزاف. ان شاء الله قادم اجل ان شاء الله. نعم. نواصلوا ان تكمل تقولنا البرامج، ابرز البرامج اللي تنظمها ايضا الجمعيه. البرامج تاع الجمعيه عندنا قلت لك عندنا نديروا قوافل خيريه، عندنا نديروا افطار صائم في رمضان، نديروا كسوه اليتيم، نديروا تاع الاختتان، عندنا ثاني نديروا تحفظ القران، عندنا نديروا الدخول المدرسي، نديروا اطعام اشخاص بدون ماوى يعني لزاز ضياف اللي هما خاوتنا، ثاني نطيبوا الماكله ونديو لهم. عندنا يعني كل موسم واش نقدروا نديروا. لو نقول لك اهم النشاطات او البرنامج اللي راكم تنظموه في المستقبل ان شاء الله تقول لنا عليه استاذ. البرنامج اللي راهو تقريبا حنا نوجدوا هذه الايام، عندنا كبش العيد، حنا نوجدوا كبش العيد في هذه الايام يعني اللي راهم جايين، انا بريباري ونوجدوا باش نقدروا ان شاء الله نعاونوا العائلات، يعني الايتام هما اللي حبينا نقدموا لهم. نعم. نعاودوا نولوا للوراء شويه، نتكلموا على الافطار الصائم، نظمتوا افطار صائم هكذا استاذ، احكي لنا كيف كان شعوركم خلال الناس كي ياكلوا ويخرجوا فرحانين بعد ما ياذن، كيف يكون شعوركم؟ والله واحد الشعور لا يوصف، عباك الانسان كي يدير افطار صائم شغل حاجه ماشي سهله، هي فيها تعب وفيها اجر ثاني مع ربي سبحانه. لكن هذاك التعب والشقاء طيله اليوم رايحين تجنوه بابتسامه او دعاء من قبل الناس او اللي يجوا ياكلوا هكذا. الحمد لله شغل الناس تاكل تما وتدعي. والله غير شوف من المنبر هذا نحبيت نشكر المحسنين اللي رافقونا طيله شهر رمضان، والله غنقول لهم بارك الله فيكم وان شاء الله ربي قدرنا على الخير. حتى هما المحسنين يعني قاموا بدور كبير، لو كان ما كانش المحسنين وبادروا معنا وساهموا معنا في انجاح افطار صائم يعني تكون شويه عراقيل. صح. انا نقول لك لو ما كنتوش انتم او المحسنين ما تقدروش تلحقوا هذيك الابتسامه للناس او العابرين السبيل. ومن هذا المنبر نقول كل شخص ساهم في
نجاح مائدة الإفطار أو تبرع، ما يهمش أنه خلال شهر رمضان فقط، لأنه كل شخص ساهم أو عاون أي جمعية من الجمعيات اللي راهم ناشطين، أنا أقول له ربي يوفقك، ربي يسهل لك الأمور كما سهلتها على الجمعيات هذوما. نعم عبد الرزاق، نواصلوا. نعم نواصلوا الحديث، يعني نحكوا شوية كي تقدموا الوجبات الساخنة للأشخاص بدون مأوى، كيف يكون تعاملكم معهم، كيف يكون شعوركم؟ نعرف احنا أن الأشخاص بدون مأوى التعامل معهم صعب بعد القليل. ماشي صعب دوك، صديقكم كيفاش تكون المعاملة تاع يعني أعضاء الجمعية مع أشخاص بدون مأوى؟ هما أشخاص عاديين يعني، برك متضررين يعني، الفقراء هو اللي دار لهم هكذاك. الحمد لله معاملة تاع أعضاء جمعية خير مباشرة مع أشخاص بدون مأوى، والله ما شاء الله، ولو يعرفونا يسناونا، يعرفوا النهار اللي نكونوا رايحين فيه ويعرفوا الوقت على قداش، نلحقوا نقدموا لهم الوجبات تاع العشاء ويفرحوا، حتى هما ثاني يدعيوا لنا يا خويا، ان شاء الله حتى هما ربي يفرج عليهم ان شاء الله. لو نقول لك دعاء او كلمه طيبه جاتك من الناس اللي تروحوا تقدموا لهم الاعانات او الاشخاص بدون مأوى مازالها راسخه في ذاكرتك الان، تقدر تقول لنا عليها؟ شوف هما مساكن دائما يقول لك الله يعطيك ما تمنى، ربي يفتح عليك، يعني يدعيوا من قلبهم. عبد الرزاق، لو نقول لك كيف يتم توصيل التطوعات او الاعانات الى الاشخاص، كيف تكون عمليه التوصيل تاعكم؟ عمليه التوصيل ولا عمليه الجمع؟ يعني نبداوها بعمليه الجمع وننتقلوا لعمليه التوصيل. احنا عندنا صفحه في الفيسبوك وكاين ارقام الهاتف، كي تكون حاجه ولا نجيو نديروا مبادره نلوصيو في الفيسبوك، وكاين الناس يتواصلوا معنا، كاين من داك الانسان يكون محتاج يتواصل معنا، وكاين الانسان اللي يحب يكون يعني المحسنين كيف كيف يتواصلوا معنا، يجوا عندنا المكتب ولا نروحوا ليهم، يعني نقدروا نروحوا نستلموا من عندهم الامانات اللي نقدموها للناس المحتاجه. صح، هذه المرحله الاولى عمليه الجمع. نعم ننتقلوا للمرحله الثانيه وهي عمليه توصيل التطوع الاعانات لاصحابها، كيف تكون يعني العمليه؟ كيفاش نوصلوا الامانات للناس المحتاجين؟ نعم. احنا اولا قبل ما نقدموا اعانه يعني نشوفوا الناس المتضررين بزاف، يعني احنا نشوفوا الاكثريه اللي يكون ضرر بزاف، هذاك هو الانسان اللي حنتعاملوا معاه، باسكو مراحل كاين. أنا يا صفيدار أنكم تقسموا أعمالكم عبر سلم تدريجي من الحالة أكثر تضررا إلى الحالة أقل تضررا. أقل. إحنا نبدأ بالحالات المتضررة بزاف. نعم. يعني كاين ناس من ذاك إنسان يكون معاق، يعني الأولوية له، ولا إنسان يكون كفيف، يعني ما يشوفش ثاني حتى هو الأولوية، ومن بعد نروحوا نبدأ الأرامل، وهذه هي درجات. نعم عبد الرزاق، بما أننا نتكلم عن النشاطات اللي تقوموا بها، لو نقول لك ما هي العراقيل التي تصادفكم في نشاطاتكم؟ الحمد لله تقريبا ما عندناش عراقيل، يعني الحمد لله الأمور هي ماشية بإذن الله. نعم. تقريبا ما كاش عراقيل الحمد لله، والحاجة اللي نحتاجوها من عند الجماعات المحلية حتى هما راهم يرافقونا ويقدموا لنا يعني إضافة، يعاونونا باش يقدروا. نعم. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. ثاني نشكر من هذا المنبر كل السلطات المحلية المحسنين اللي راهم يساهموا في إنجاح كل نشاطات الجمعيات بصفة عامة. لو نتكلموا كيف يتم تمويل الجمعيات أو الجمعية تاعكم بصفة عامة؟ الجمعية تاعنا بصفة خاصة. نعم. احنا يعني كاين محسنين بارك الله فيهم، هما اللي يقدموا لنا الإعانات باش نقدروا نوفروا يعني الأمور تاع المحتاجين. نعم. لو كان نحكوا شوية على مصادر التمويل للجمعية، منين تستمد الجمعيه تاعكم مصادرها؟ احنا التمويل باش تقدروا تلحقوا هذيك الاعانات لاصحابها والمحسنين. الحمد لله والله غير الشعب الجزائري شعب كريم وعندهم ايمان، الجزائريين يعني عندهم ايمان. صحيح. قوي، عندهم ايمان قوي، حتى هما يعني المحسنين هما اللي راهم يعاونوا في الجمعيه تاعنا. صح، احنا نعرفوا ان الشعب الجزائري بطبعه محب للخير، يحب يساعد المحسنين، يحب يساعد الجمعيات. ولنا نعود نقول له كان ما كانش جمعيات المحسنين ما يقدروش يلحقوا الامانات تاعهم او التبرعات تاعهم باش يمدوها للناس المحتاجه، الجمعيات راهي تلعب دور كبير. عبد الرزاق، انت واش رايك ان الجمعيات في الوقت الحالي في الوقت الراهن راهي تلعب دور كبير باش تلحق الصوت الناس، باش تقدر تلحق لهم هذيك البسمه وتزرع لهم هذيك الضحكه والابتسامه في وجوههم؟ الجمعيات راهم يقدموا في يعني في اعمال جباره. نعم. انا ماشي غير جمعيه الخير المباشر، حتى الجمعيات الاخرين نتمنى لهم ثاني التوفيق والنجاح، باسكو راهم يقدموا في اعمال ربي هو اللي يجزي بها. راهم يقدموا في امور كبيره. صح، يعني هما راهم همزه توصل بين المواطن البسيط يعني الناس المحسنين. صح، نقدر نقولوا انه كما يقولوها بالعاميه يد واحده ما تصفق، المعاونه تغلب بسبع. لازم يكون اتحاد، حتى احنا كجمعيات لازم نكونوا متحدين، يعني نكونوا متفاهمين
باش نقدروا نلبيو الطلبات تاع الناس المحتاجين. بس علاش الانسان المحتاج كي يحتاج حاجه هو اول شيء يديرو يبدا يحوس على جمعيه واش يقدروا يقدموا له اعانه. يعني احنا كاين ناس بزاف رانا نستقبلوهم يجيو يحكيوا لنا على مشاكل تاعهم. كاين ناس يعني ظروف قاسيه معيشينها، يعني لازم الجمعيات هما اللي يقدروا يقدموا لهم اضافه ويعاونوهم. لو نعاود نقولوا ناكد مره ثالثه والمره القادمه ناكد انه لو المحسنين، لو الجمعيه ما تقدرش تقوم بنشاطاتها، لو الجمعيات ما كانش المحسن ما يقدرش يقوم بالتبرعات تاعه. اولا يعني هذا توفيق من عند ربي سبحانه، توفيق من الله. ثم المحسنين، يعني المحسنين لو كان ما كانش محسنين ما نقدروش نعاونوا الناس. يعني الحمد لله كاين قلت لك المحسنين هما اللي راهم يتكفلوا بالعائلات الفقيره والعائلات المتضرره. نعم. ونعاود نشكرهم مره واحده اخرى ان شاء الله. نشكر كل محسن او كل متبرع راهو يقوم ويساهم فينا باش يساهم الجمعيات ويساعد الجمعيات باش يقدروا يلحقوا هذيك ويزرعوا هذيك البسمه في وجوه الناس المحتاجه. نعم عبد الرزاق، لو كان دوك نتكلموا شويه بعد ما تكلمنا عن المحسنين اللي راهم يدعموا ويعاونوا كل الجمعيات، نتكلموا كيف تقسموا نشاطاتكم في الجمعيه. يعني كيفاش نقسموا المهام؟ المهام نعم نعرفوا احنا الجمعيه عندها لجان فروع مكاتب، كيفاش يكون التقسيم تاعكم؟ شوف احنا في الجمعيه تاعنا عندنا الله يبارك عندنا اعضاء، الله يبارك عندنا تقريبا واحد 70 عضو الله يبارك ان شاء كل الله. واحد فيهم عنده مهمه يقوم بها. صح. قبل ما نزيدوا نواصلوا في الحديث احكي لنا كيفاش حتى 70 شخص دخلوا في الجمعيه ولا ينشط معكم، احكي لنا كيفاش بديتوا تجلبوهم، كيفاش حتى داروا فيكم الثقه ودخلوا في معكم في الجمعيه. احنا نشاطات الجمعيه اولا بديناهم يعني في البلديه تاعنا بلديه القمة، وكاين شباب يشوفوا كيفاش نديروا الخير كيفاش نعاونوا الناس حتى هما يجيو ينخرطوا معنا في الجمعيه باش يقدموا يعني يتعلموا كيفاش يديروا الخير ويعاونوا به يعني العائلات الفقيرة. صحيح. لو نقول لك 70 شخص راهو منخرط في الجمعية، الأعمار تاعهم ما بين تتراوح ما بين 50 أو 63 أو 17 سنة ولا 18 سنة، الأعمار تاعهم ما بين تتراوح. كان شوف هي كان على مختلف الأعمار، ولكن في جمعية الخير المباشر يعني الأغلبية تاع الأعضاء شباب، فيهم 16 سنة، فيهم 18، 20، 23، 30 سنة، حتى 50 60 سنة. حاجة مليحة أن نشوفوا شباب في عمر الزهر أو شاب في سن المراهقة راهو ينشط في الجمعيات. حاجة مليحة. صافي هنا الجمعيات ما راهيش تعمل غير على العمل الخيري فقط، راهي تعمل حتى في العمل التحسيسي. راكم لو نجو نقيموا أن الجمعيات في الوقت الحالي راهي تجلب شباب من الآفات المخدرات، وحنا رانا نشوفوا أن المخدرات استفحلت هذه الظاهرة بكثير، انتشرت كثير خاصة بين شباب المراهقين. بالعكس جمعية الخير المباشر راهي عندها الفئة الأكثرية شباب يتراوح الأعمار تاعهم ما بين يعني 16 حتى 60 سنة ما شاء الله. كاين ديجا كاين أعضاء بداوا معنا كان في عمرهم نقولوا 14 سنة، دوك في عمرهم 18 يعني كبروا معنا في الجمعية. احكي لنا كيفاش حتى كبروا معكم في الجمعية. نقدروا نعتبروا أن جمعية الخير مباشر أصبحت عائلة كبيرة، تتكون من 70 فرد ما شاء الله. والحمد لله يعني احنا في الجمعية جمعية الخير مباشر حتى الاولياء تاع اعضاء الجمعيه ثاني يجيو يساهموا ويبادروا ويتبعوا اولادهم يشوفوا منهم يديروا. حنا ماذا بينا يعني الشباب هذوما نجيبهم عندنا الجمعيه خير من يروحوا لحاجه واحده اخرى. اختو الوقت دوكا يعني خير من يروحوا المخدرات والامور هذوك. حنا يعني حتى دوكا مازال نستقبلوا اي شاب حابين خارط في الجمعيه مرحبا به. رانا متواجدين في البلديه تاع القبه، وكاين يعني في صفحه تاع جمعيه الخير المباشر عندنا فيسبوك عندنا ارقام الهاتف. انسان اللي حاب ينخرط في الجمعيه مرحبا به، يعني حتى حنا نتعاونوا معاه وهو يتعلم كيفاش يعني يدير الخير. نعم. نعاود نقول السؤال كي قلت لك كيفاش تقسموا النشاطات تاعكم. عبد الرزاق نقول لك لو في تقسيم النشاطات تاعكم هل تعتمدوا على الفئات اللي تتراوح الاعمار تاعهم ما بين 16 ل 17 او تعتمدوا على الفئه اللي تتراوح الاعمار تاعهم ما بين 40 حتى 60 سنه؟ حنا نعتمدوا على الخبره. يعني كاين ناس عندهم خبرة، كاين مام شاب يعني صغير ولكن عنده خبرة في الجمعيات يعني يقدر يتصرف، وكاين تاني ناس كبار اللي عندهم خبرة أخر من تاعنا حتى حنا تاني نديو خبرة من عندهم ونقدموا واش نقدروا. نعم. يعني هذه ما فيهاش عمر، فيها خبرة. نعم. في الجمعية نعرفوا أن الجمعية تتكون من عدة لجان عندها فروعات، لو تكلمنا عن الفروعات اللي تتكون منها جمعية الخير المباشر. دوك الفروع احنا عندنا عدة فروع، يعني قلت لك. نعم. كل فرع فيه اختصاص. لو تقولنا هذا من الفروعات وتفصلنا فيهم.
كان مثلا يعني كان في الجمعيه تاعنا كان انسان مختص غير بالمستشفيات بالادويه، هذاك الاختصاص تاعو اختصاص الصحه صحه. وكان ثاني معنا في الجمعيه كان معنا نساء، يعني هذوك يعني يتكلفوا بالناحيه تاع النساء، يعني هما اللي يتعاملوا مع النساء في المجتمع الجزائري. نعم كل واحد فينا عنده مهام يقوم بها هذه. وكيف لو نتكلم انت كرئيس جمعيه كيف يتم تقييم الاعمال اللي ينظموها اللجان والمنخرطين في الجمعيه؟ كيفاش تقيمهم؟ كيف يكون تقييمك؟ كما نقولوا احنا بالعاميه، هل لحقوا قدموا على اتم معنى الكلمه للمحسن، او عطاوا له واش يحتاج بصفه عامه؟ ما عطاوهش كلش، عطاوه يعني قدر المستطاع، يعني حسب الامكانيات اللي يعني عندكم. الامكانيات كانوا نقدروا نعاونوا يعني الله يبارك، وكان من داك شغل تسلك شغل على حسب يعني المقدور تاعنا وعلى حساب واش طاونا المحسنين. نعم عبد الرزاق، لو نقول لك نحكوا نقول لك طحتوا في وقت او في ظروف ما كانتش عندكم مساعدات، ما كانتش عندكم تدعيمات من اي من المحسنين، وجاتكم حاله الناس جاكم شخص او مواطن محتاج انكم تعاونوه، كيف كان التعامل تاعكم؟ كيفاش وقفتوا معاه في هذاك؟ شوف اذا كان الاحتياج تاعو شغل يعني معقول، نقدروا احنا بيناتنا كوتيزيو بيناتنا ونسلكوا الانسان هذاك، واذا ما قدرناش يعني نروحوا للمحسنين. الحمد لله كاين ناس يعاونونا بارك الله فيهم، نقدروا نروحوا عندهم هم يعني يتكفلوا بالامر هذاك. لو كان نقول لك حكي لنا عن حاله قدمتوا لها مساعدات ومازالها راسخه في ذاكرتك، حاله واحده على بالنا جمعيه خير مباشر ما شاء الله عليها قدمت طبعا عده مساعدات، ومن هذا المنبر نشكروا كل الجمعيات وجمعيه خير مباشر الاعمال اللي راهي تقوم بها، اعمال جد جباره ما شاء الله. لو نعاود نولي لك نقول لك حاله قدمتوا لها مساعده، ولا طفل ولا طفله صغيره قدمتوا لها مساعده ومازال راسخين هذيك الصور والذكريات في ذاكرتك. عندها هذه عندها واحد 3 سنين هذه في يعني فئه في الوحده لواحد الناس، يعني حاله كارثيه حاله لا يرثى لها. هذوك يعني تكفلنا بهم وقدمنا لهم يعني الامور افريشه البسه شغل واش قدرنا نعاونو. هذوك فرحوا بزاف ديجا شغل المسكن تاعهم حاله ما تصلحش، احنا يعني دخلنا لهم الفرحه فرحوا بزاف. هذه اللي قعدت لي في راسي حتى هذيك الفرحه تقعد لا نسخه في ذاكرتك. ما تقدرش تفارق هذيك الصور او الابتسامه اللي شفتوها؟ ما تقدرش يعني ما تقدرش. وشنو ثاني كان حاجه احنا في يعني في المجتمع تاعنا كان من داك وين تشوف حاله تنسى حاله. صحيح كان حالات والله غير كارثيه. نعم لو نتكلموا على الحالات هذو هما قلت لك يعني في مناطق الظل هي اللي نتلاقوا بزاف يعني مع الناس المتضررين. كاين الناس شغل يسكن وحده في الصحراء ما عنده لا ما لا تريسيتي لا غاز ما عنده والو ما عنده والو مازالوا ساكنين. اوكي واش حيقول لك يعني يعني البنيان هذيك بطين. كاين مناطق فيهم يعني امور كارثيه. لو نعاود نولوا نعيشك هذاك الواقع ونعيشوا المشاهدين تاعنا، كي تتقدموا المناطق النائيه مناطق الظل كيف يكون شعوركم بعد ترجعوا للبيت؟ كيفاش تحسوا هذاك الشعور هذاك الاحساس؟ كيف كنتوا صباح وكيف وليتوا العشيه كيفاش تحسوها؟ اول حاجه كي تلحق انت يعني المناطق الظل تشوف الوضعيه هذيك اللي عايشين فيها الناس تتاسف تتاسف تتاسف، تشوف الناس كيفاش عايشه. كاين ناس والله غير ما يعرفوش معناتها بليغه ولا صباط، يعني ابسط الامور هذه ابسط الامور الناس اللي يعرفوها، بعد كاينين اشخاص ما يعرفوهاش. والله حاجه مؤسفه حاجه عارف. مؤسفه تشوف الناس ما يعرفش طبيب ما يروحوا للطبيب. الله غالب يعني المناطق اللي ساكنين فيهم بعد بزاف على السبيطارات والامور هذوك. يعني احنا كي نقدموا لهم واش نقدروا نتعبوا شويه، ولكن كي تعاود تجي لهنايا تفرح يعني واش قدمت اضافه. نعم بصح كي تدخل للدار كي نقولوها بالعاميه باش كل المشاهدين يفهمونا، كي تحط راسك على المخدة عبد الرزاق تعاود تتذكر هذيك الحاله هذيك، تعاود تتذكر كل هذيك الصور اللي شفتها، احكي لنا عليها. الشعور تاعك في هذاك الوقت كيفاش يكون؟ قلت لك شو هو الشعور الاول شعور مؤسف، والشعور الثاني يعني تفرح على خاطر كان توفيق من عند ربي سبحانه وسالت الامر تاع الانسان المحتاج هذاك وقدمنا له واش نقدروا يعني قدر المستطاع باش توفر له كلش شغل ما تقدرش وعرى بزاف. تقدم له الامور اللي تقدر مثلا اللباس ولا اكل ولا تعاونوا في الكره تاع الدار يعني
فيها امور. عبد الرزاق قبل بدايه الحصه في الكواليس كنا نتحدثوا، قلت لي باللي تنظموا خرجات البيوت المسنين، انا نقول لهم بيوت امهاتنا. احكي لنا كيفاش يكون تعاملكم مع الامهات اللي يكونوا في بيوت المسنين، نعرفوهم هما عانوا في حياتهم، وانتم بطبعكم كجمعيه خيريه تدخلوا لهم هذيك الابتسامه، تزرعوا لهم هذيك الفرحه والسرور في وجوههم. حكينا كيفاش يكون تعاملكم معهم. انا باسكو شوف بكل صراحه، كل ما يلحق موضوع تاع الام، انا عندي الام خط احمر. احنا كي نروحوا لدار المسنين، اول شيء نعتبرهم بلي هذوك هما الاولياء، يعني والدينا. العجوزه هذيك تكون معنا، الشيخ ثاني بابانا، يعني نتعاملوا معاهم شغل معايشين معنا في الدار، نتعاملوا معاهم، نكسروا معاهم، نضحكوا، نقدموا لهم هدايا من داك شغل، يعني سيو ندخلوا لهم البهجه برك. احكي لنا، نعرفوا احنا بيوت المسنين او بيوت امهاتنا الثانيين، كي تروحوا لعند، كي نروحوا لعندهم، باسكو انا قبل كنت نزور عده بيوت المسنين، كي نقعدوا نقصر معهم تحكي لك كيفاش حتى لحقت لهنا، تحكي لك على المعاناه هذيك، نهضروها بالعاميه انها راهي تفرغ لك في قلبها باش هي ترتاح. احكي لي كيفاش يكون تعاملكم معهم، كيفاش تحسوا هذاك الشعور كي تكون تحكي لك باللي طيله 9 أشهر وهي حملته في بطنها، ومن بعد على اسباب تافهه يتخلى عليها ويجي يحطها في دار العجزه. والله شيء مؤسف، وانا من هذا ما بنقول لكل شاب انه لازم عليه يراجع راسه، يقعد وحده ويتذكر يماه كانت واقفه معاه، حملته في بطنها 9 أشهر وسهرت معاك الليل والنهار، كبراتك باش ترجع راجل ولا كبراتك باش ترجع امراه، مع الاخر تجنيوها وترجعوا لها التعب تاعها بحاجه ما كانتش مستنيتها. شيء مؤسف والله، غير شيء مؤسف. صح، شيء مؤسف. مساكن تكون عبكم مشغول قلبهم او معمر، يشوفوا انسان جديد يفرحوا، صرت الواحد اللي يسمع لهم يريحوا يحكيوا لك كيفاش لحقوا للمرحله هذه. انا الامور هذو ما وليت ما نحبش نسمعهم، والله نتاثر بزاف الامور، وليت ما نحبش يعني نلحق تما نقدم الاضافه اللي نقدر نفرحوهم شويه ونعاود نخرج، وليت ما نقدرش نسمع لهم بزاف. صح، القلب ما يتحملش، انا نقولها القلب ما يتحملش كي تشوف انه المراه مسنه، انا نقولها امي ثانيه، تشوفها الدمعه في خدها تبكي، عينيها مغمورين ومغموسين بهذيك الدمعه، عينيها حموره على انه طيله شهر وهي تسنى، ماشي طيله شهر، من اليوم اللي حطها فيه وليدها ولا بنتها وهي تسنى انه يعاود يولي باش يديها. شيء مؤسف انه رانا نشوفوا هذه الظاهره راهي تنتشر كثير. عبد الرزاق، انتم راكو تزوروهم وراكو تعرفوا الارقام تاعهم في المراكز المسنين، تعرفوا انهم الارقام راهي غير في تزايد. شوف، ماشي في تزايد، ولكن كاين، يعني كاين، يعني نشوف واحد الامور غريبه، كاين واحد الناس ربي يهديهم يحكم يروح يرمي والديه في دار المسنين، نقول لهم ربي يهديكم، عباك شغل حاجه كبيره تحترمي انت الوالد تاعك ولا الوالده تحطها في دار المسنين. وكاين يعني هذوما كاين شيوخ او العجائز يستناو وقتاش يجوا عندهم ولادهم، مع الاسف ما يروحوش ليهم. ما يروحوش ليهم. الخطره الاخرى قصرت مع واحد انسان كفيف وكبير يستنى في ولاده، قال لي عندهم مده ما جاوش ليا، ما يحوسوش عليها، وهو انسان طيب، تشوف تقول الله يبارك، يعني عنده مستوى، يعرف يقصر، يعرف يهضر، وانسان واعي وراه بكامل قواه العقليه. صح، يروح يحطوه في دار المسنين. صح. عبد الرزاق، قبل ما ننتقلوا للسؤال التالي، نقول لك ان حتى ربي سبحانه وتعالى اعطى الرحمه ونزلها حتى في الحيوانات، نشوفوا انه قطه مرضعه تولد صغارها ما تسمحش فيهم، حتى انه مولادها كي يكبروا ما يسمحوش فيهم، وهذه رانا نعيشوها في الواقع. صح، حتى ان الرحمه سبحانه وتعالى راهي متواجده عند الحيوانات، والان الرحمه بدات تغيب عند بعض البشر اللي راهم يسمحوا في والديهم يخلوهم ويروحوا. انا نقول لهم قبل، نقول لهم عاودوا تذكروا امهاتكم ابائكم قبل ما يفوت الوقت، قبل ما يفوت الوقت عاودوا تذكروهم. عبد الرزاق، نواصلوا في الحديث. انا قلت لك الموضوع، كل ما نلحقوا الموضوع تاع الام انا عندي خط احمر. نعم، نواصلوا اهم النشاطات اللي قمتم بها خلال شهر رمضان وخلال ايام العيد المبارك. قلت لك في شهر رمضان قمنا عندنا، درنا افطار صائم، ودرنا كذلك امسيه قرانيه، وين كرمنا يعني كاين شباب حفظوا القران الكريم الله يبارك، حفظوا، كاين اللي حفظ 30 حزب، وكاين اللي عنده حفظ 60، ولكن الشباب هذوما عندهم 4 سنين هما معنا في الجمعيه، يعني كل عام
وكل رمضان يجيو يقدموا واش حفظوا يعني من القران الكريم، وحنا نكرموهم باش يعني يواصلوا ان شاء الله. عبد الرزاق، لو نقول لك كلمه اللي تقدر تقدمها للسلطات المعنيه او للمحسنين بصفه عامه. المحسنين واش نقدر نقدم لهم؟ نقدر نشكرهم للمحسنين باسكو راهم يقدموا في الاضافه، والسلطات المحليه ثاني نشكرهم ونطلب منهم ثاني يرافقونا يعني باش يعني الجمعيه تزيدوا ينجحوا، حتى تكون تسهيلات اكثر واكثر تسهيلات للجمعيه أكثر وأكثر. حتى انكم تقدروا تزيدوا تنشطوا وتتوسعوا في نشاطاتكم بصفه عامه. ان شاء الله احنا باذن الله ما نحبسوش يعني في الخير، هذا ما راناش حابسين، ونتمنى يعني يقدموا لنا اضافه واش يقدروا هما. الحمد لله راهم يعاونونا، ولكن نتمنى يزيدوا في امور واحد اخرى. اخر نشاط قمتم به عبد الرزاق؟ اخر نشاط رحنا للسبيطار يعني مور رمضان، رحنا للمستشفى شفنا كاين وين، رحنا درنا زياره المرضى، دينا معنا هدايا، قصرنا معاهم، ضحكنا. هذا هو اخر نشاط. احكي لنا على الابتسامه اللي زرعتوها للاطفال في المستشفى. احنا نعرفوا ان الاطفال في المستشفى يكون المعنويات تاعهم حابطه، ما عندهمش هذيك الابتسامه في وجوههم، بصح باشياء صغيره تدخل لهم البسمه والابتسامه في وجوههم. اللي جا تدخل دي معاك الكلون كذا اللي جوي يشوفوك هما يفرحوا. هذه هي يعني كي تروح للمستشفى تقدم هدايا للمرضى هذوك يفرحوا، وحنا كيف يفرحوا هما حتى حنا ثاني نفرحوا. عبد الرزاق، لحقنا الختام عددنا لنهار اليوم اللي كان الحديث شيق معك ما شاء الله. والله انا نتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله، للمزيد من اكثر واكثر من البرامج ان شاء الله. عبد الرزاق، كلمه ختاميه اللي تقدر تقدمها. شكرا، بارك الله فيك. في الاخير من هذا المنبر اتقدم بالشكر الحار الى كل اعضاء جمعيه الخير المباشر اللي هي العائله تاعي ثانيه، نشكرهم بزاف على المجهودات اللي قاموا بها، وكذلك نشكر الجماعات المحليه اللي راهم يعني يرافقوا فينا في عده امور، يعني في اي حاجه نحتاجوهم يعاونونا نشكرهم كذلك. وفي الاخير واش حنقول لك، يعني جمعيه الخير المباشر راهي فاتحه الابواب الى اي شاب حاب ينخرط معنا في الجمعيه، نقول له مرحبا بك، يجي المكتب ولا يتصل على احد الارقام الموجوده في الصفحه، مرحبا بهم. وكذلك اي انسان حاب يقدم يعني شيء ولا يعني حاب يستفسر اكثر يدخل للصفحه تاع جمعيه الخير المباشر او كاين تما كلش ان شاء الله. عبد الرزاق، نعيد ونعاود نقول لك ونكرر المزيد من النجاح والتفوق والتالق ان شاء الله. انتم ذخر وعماد الجزائر، انتم مستقبل اللي نقدر نقولوه صح، انتم اللي راكم رايحين تشدوا المشعل للجزائر. هذا مشاهدينا الكرام نكونوا لحقنا لختام عددنا لنهار اليوم من برنامج الظاهره اللي كان يستضيف السيد عبد الرزاق سيني رئيس جمعيه خير مباشر. ما بقى لي غير نقول لكم سلام، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.